سمعتوا المدوانة ولا نقولها لكم انا؟ واش فهمتوا المدوانة ولا نشرحها لكم انا؟ شرع والقانون قال لك هنا دير غير وحده واعطي البانون حق الكبده واطلب النجده من الاولى بعده ما سمعت المدونه ولا كل هذا المدونه واش فهمت المدونه ولا نشرحها لك انا وحده واعطيو البانو حق الكبده واطلب النجده